رجعنا نتواصل معكم في هذا الإنجاز الكويتي اللي نفخر فيه. من طلبتنا في مدارس وزارة التربية وصلوا أمس بالسلامة من مسابقة إنفو ماتريكس المقامة في العاصمة الرومانية بوخارست. نقول لهم ألف مبروك، وألف مبروك لنا وللكويت لهذا الإنجاز العالمي العلمي من طلبتنا، يعطيهم ألف عافية. راح نتكلم أكثر عن هذا الإنجاز اللي نفتخر فيه مع الأستاذ مدربهم الأستاذ جاسم محمد. صباح الخير. صباح النور يا هلا. وأيضا مع البطل، أنا بقول مو الطالب، البطل حيدر صفر اللي حصل على الميدالية الذهبية، ألف مبروك. الله يعطيك. وأيضا معنا البطل الثاني الطالب حسن الموسوي اللي حاصل على الميدالية الفضية. صباح الخير حسن. صباح النور. يا صباح النشاط وصباح التفاؤل، صباح الإنجازات. للأمانة إنجاز كبير، إنجاز عالمي، منافسة. أنا عارفة أن في مثل هذه المسابقات العالمية المنافسة كبيرة وفي مشاركات كثيرة من كل دول العالم. صحيح. لكن هذا هو الكويتي مع إنجازاته الذهبية والفضية والبرونزية. بداية معك أستاذي، كلمنا عن هذه المشاركة وكم جائزة حصدته من مسابقة إنفو ماتريكس. طبعا الحمد لله احنا بفضل الله قدرنا نشارك بهذه المسابقة، وطبعا احنا قعدنا نشتغل يمكن من شهر اثنين. نعم. طبعا ساعدنا وايد، احنا يعني لازم نشكر اول شيء وزير التربية دكتور بدر العيسى وإدارة الأنشطة التربوية ممثلة بالوكيل المساعد أستاذ فيصل مقصيد. نعم. كل العاملين فيها ساعدونا وايد ان نقدر نشارك وايد وتسهلون لنا وايد اشياء. نعم. وطبعا الشق الثاني من المساعدات حصلناها من المنظمه العالميه ملست ومركز الروبوت الكويتي، كلنا كنا قاعدين نشتغل بهذا الموضوع. نعم. الحمد لله قدرنا نشارك بعد هالجهد هذا اللي تقريبا من شهر اثنين لشهر خمسه. وحصلتوا هذه الجوائز. أي. رح نتكلم أكثر عن الجوائز اللي حصلتوها من هذه المسابقة وإنجازات الطلبة وشلون كان الانطباع والفرحة الكبيرة من بعد هذا الإنجاز العالمي باسم كويتي. خلونا نشوف هذا التقرير في البداية ونرجع نتواصل معكم. رجعنا مع الإنجازات الكويتية العالمية ومعاي الميداليات من مسابقة إنفو ماتريكس، ميداليات كويتية، إنجازات نفتخر فيها للأمانة. أستاذ جاسم، كلمنا عن هذه الإنجازات وعن الجوائز اللي حصلتوها من مسابقة إنفو ماتريكس. طبعا مسابقة إنفو ماتريكس كان مشارك فيها 48 دولة. نعم. 600 مشارك، والكويت مشاركة ب 12 طالب بس. 12 طالب هذيل جابوا لنا خمس إنجازات، ميدالية ذهبية. نعم. وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين. نعم. هذه الإنجازات اللي قدرنا نجيبها الحمد لله. نعم. يعني منافسة كبيرة، أكثر من 48 دولة مشاركة في هذه المسابقة و600 طالب مشارك فيها. صح. وإحنا قدرنا في يعني بكوادرنا الكويتية ويعني بسواعد شباب الكويت أبطال الكويت أن نحقق هذه الإنجازات. أنا السؤال راح يكون مشترك لكم أبطالنا النورينا في الاستديو، شنو يعني كانت الاستعدادات للمسابقة وشلون شفتوا هذه المشاركة؟ كنا نستعد حق المسابقة قبلها بشهر. مع الأساتذة كانوا يساعدونا ونبرمج ونركب وكل شيء. بعدين يوم رحنا للمسابقة كنا قاعدين نجرب، لازم تصير البرمجة خطأ فكنا نعدل عليها. نعم. عدلنا عليها وصارت صار كل شيء تمام ويبنى مراكز. قدرت تحصلون هذه المراكز وانتيبت الميدالية الذهبية، يعني إنجاز كبير. راح نتكلم أكثر عن مشاركتك. حسن، بالنسبة لك شلون شفت المشاركة في هذه المسابقة والمنافسة الكبيرة من كل دول العالم؟ بالمدرسة سووا لنا تصفيات حق. نعم. البطولة فزنا فيها ورحنا تدربنا يعني مدة أكثر من شهر. بعد أكثر من شهر كنتوا قاعد تستعدون؟ من شهر اثنين. من شهر اثنين قاعد تستعدون. شلون تم اختيار الطلبة أستاذ جاسم لهذه المسابقة، خاصة أن أنتم مختارين 12 طالب من الكويت شاركوا في مسابقة إنفو ماتريكس؟ احنا هالمسابقة نفس باقي المسابقات، مركز الروبوت الكويتي ينظم تصفيات. التصفيات هذه جميع طلبة مدارس الكويت يقدرون يشاركون فيها.
واللي يفوز بالتصفيات هذه هم اللي راح يتأهلون للمسابقة ويتدربون معانا بالمركز. نعم. طبعا احنا وقت تدريبنا بالمركز احنا نوقف فترات الامتحانات بشكل عام. نعم. وبعد الامتحانات الفاينل هذه اللي كانت داوموا معانا بالمركز يعني حتى بالاجازات حتى يوم السبت في الاجازات كانوا يداومون. لانهم فعلا عندهم احس شغف حاسين بالمسؤوليه تجاه هذه المشاركه. صحيح. العالميه. حسن قل لي شعورك لما فزت في الميداليه الفضيه حصلت عليها والمشاركه انت شاركت بشنو في المسابقه بالضبط؟ طبعا كنا مستانسين وقت النتائج وكذي لعبتي كانت تتبع خط في خط اسود. نعم. لازم الروبوت يلحقه بدون ما يطلع ياخذون عندنا 3 جولات ياخذون اعلى جوله بالوقت. نعم. وحصلت الجائزه الفضيه عن هذه المشاركه. حيدر كلمنا عن مشاركتك في انفو ماتريكس. شاركتي يعني كنت يوم شاركت. نعم. كنت متفائل. عن أي فئة؟ عن أي فئة اشتركت؟ هم الاثنين نفس المسابقة كانت. نفس المسابقة. أنت خذيت الجائزة الذهبية. هي. نعم. منو اللي أدعمك وشجعك أنك تشترك في أنفو ماتريكس؟ نفسي. أنت حاب هذا المجال تدخل هذا المجال العلمي؟ ما تحس إنه في صعوبة يعني وفي تحدي؟ لا ما في صعوبة. أستاذ جاسم أصغر مشترك في المسابقة كم كان عمره؟ حيدر. حيدر أنا قاصدة أسأل هذا السؤال. حيدر كلهم المشتركين أكبر منك ما شاء الله ما شاء الله عليك وأنت قدرت تأخذ الجائزة الذهبية. قبل لا تأخذ الجائزة ويعلنون عن فوزك بالميدالية الذهبية ما كنت خايف ان كلهم اكبر منك بالعمر ومنافسة كبيرة ممكن هم عندهم خبرة اكثر منك في هذا المجال؟ نعم. بس انا اقول لك ليش لا. نعم. طبعا المسابقة كان مجموعة دول وايد قاعدين يتنافسون وايد فرق. حيدر اعلنوا ان المركز الاول على العالم قبل لا تنتهي المسابقة لان كان نتيجته وايد عالية ما راح يوصل للثاني ولا الثالث. نعم. فكان باقي تقريبا 2 أو 3 للحين ما لعبوا وهم اعلنوا باكونتهم بالانستغرام الرسمي ان حيدر صفر وهو الاول على العالم. هو الاول على العالم بطل من ابطال الكويت في العلم والثقافه والتكنولوجيا والمعرفه ويعطيكم العافيه انتم كاساتذه قدرتوا يعني تاهلونهم لمثل هذه المسابقات. شلون كان الدعم للطلبه يعني من بعد هذه الانجازات الكبيره العالميه بطل كويتي حصد لقب عالمي شلون كانت الاستعدادات والدعم للطلبه المشاركين؟ قبل المسابقه احنا نحاول نهيئ لهم كل اللي نقدر عليه يعني. نعم. وندربهم. احنا اول شيء سويناه او اهم شيء انا اقدر اشوفه ان ما لعبنا لعب فردي يعني لعبنا لعب جماعي يعني حيدر لما كان يتوهق كان يرجع حق زملائه. نعم. ويرجع حق جميع المدربين مو المدرب المسؤول عنه. نفس الشيء باقي الطلبه احنا قاعدين نلعب كشخص واحد. نعم. هدفنا الوحيد كان ان نرفع علم الكويت هناك والحمد لله قدرنا يعني. نعم. ووقت النتائج الحمد لله يعني تقريبا نقدر نقول علم الكويت ما نزل من على الستيج الحمد لله واحد كان يسلمه حق الثاني. هذا النتيجة هذا مجهود الطلبة للأمانة ومجهودكم كأساتذة وصلتوا لهذه الإنجازات العالمية. حيدر وأنت في المسابقة منو كان المنافس لك حسيته يعني وفي مرحلة قلت لا يمكن أنا أخسر أخذ الفضية لا أبي أكون الأول في أكيد لحظة مرت عليك كانت صعبة في المسابقة؟ كانوا أمريكية أمريكا. إيه أمريكا. الطلبة اللي من أمريكا. إيه. شنو التحدي اللي كان بينك وبينهم؟ الموقف ذكرنا فيه. كان روبوتهم سريع. نعم. فكان قاعد يمشي كانوا بيطفوني بس روبوتهم طلع برا فبهالثاني اللي طلع فيه برا على ما ردوا الوقت طف. الوقت طاف. إيه. وانت خذيت الجائزة الذهبية. إيه. حسن الروبوت اللي شاركت فيه حضرتك انت اللي مجهزه وانت اللي اشرفت على صناعه هذا الروبوت، ايش كثر خذ منك وقت؟ والله خذني يمكن اكثر من اسبوع. نعم. وكنا نعدل فيه يعني كل مره على حسب الحلبه والمكان وكذا.
كذي. نعم كنت تجرب على اكثر من حلبة عشان تستعد للمشاركة في المسابقة. استاذ جاسم، مجهود كبير يعني وعقول كويتية يعني نيرة ما شاء الله في العلم والثقافة والتكنولوجيا، من بعد هذه المسابقة ومن بعد هذه الميداليات اللي اليوم احنا قاعد نتكلم عنها كإنجاز كويتي عالمي، شنو الخطوة الجاية كعد يعني دعم للطلبة؟ هل في مشاريع مستقبلية؟ هل في شركات أو جهات راح تتبنى هذه المواهب الكبيرة؟ احنا نتمنى. نعم. واللي يبي يتمناهم كهم موجودين. ما أحد راح يقول لهم لا، بس احنا كمركز روبوت أساسا هو مفتوح، يعني أي وقت نقدر نشتغل فيه. نعم. هم يقدرون يشتغلون فيه كمشاريع أي شيء يبون يسوونه يعني، وإحنا كمدربين كلنا موجودين نقدر نساعدهم باللي هم يبونه. وطبعاً في مسابقات ثانية إحنا نشارك فيها يعني. حلو. حيدر، دائماً إحنا أكيد أنت تتابع بعد هالأمور هذه بشكل يعني دقيق أكثر. في اليابان الروبوت صار يعني جزء كبير من حياتهم، يستخدمونه في المطاعم في كل مكان حتى في البيوت. فشنو حلمك أنت أن توصل في الكويت الروبوت لهذه الدرجة أن نستخدمه ونشوف الروبوت في كل مكان؟ ودي أسوي روبوت يشيل الأغراض الثقيلة. الأغراض الثقيلة؟ إيه. مثل يعني وين مثلا؟ في البيت ممكن نستخدمه؟ إيه بيت. ممكن يكون بديل عن موظفين معينين نشوفهم مثلا في أماكن معينة؟ إيه ممكن؟ أنه يمكن يكون هم عندهم شغل فهذا الروبوت يساعدهم. نعم. بالنسبة لك حسن، حلمك في المستقبل مع عالم الروبوت والتكنولوجيا شنو راح يكون؟ نشارك مسابقات أكثر وإن شاء الله نجيب مراكز نرفع اسم الكويت. إن شاء الله إن شاء الله موفقين. يعطيكم ألف عافية أستاذ جاسم وأبطال الكويت حيدر وحسن المسوي، حصدوا جوائز يعني نفتخر فيها وإنجازات كويتية عالمية. شكرا لكم نورتونا. في ختام هذا اللقاء أنا لازم أخذ معكم صورة تذكارية، ما راح أخليكم تمرون مرور الكرام من بعد الحلقة من غير لا نأخذ صورة مع ميدالياتكم. نوقف للصورة، راح نستمر معاكم مشاهدينا، بس أنا أستأذن منكم لازم نأخذ هذه الصورة التذكارية، لحظة تاريخية للأمانة تشهدها الكويت افتخارا بالإنجازات الكويتية. تفضلوا نأخذ صورة تذكارية مع الميداليات. تفضل حيدر بطل الكويت وحسن من أبطال الكويت. كنت أتمنى للأمانة كل الطلبة اللي حصدوا الجوائز يكونون معنا.